نعم تفضل. أفتى بعض طلبة العلم بجواز انتخاب الأصلح من المرشحين النصارى من باب أخف الضررين، فهل هذا يجوز؟ ثم ألا يعد هذا من تكفير سوادهم وعددهم مما قد ينعكس سلبيا على نظرة الناس لشعبية المسلمين؟ هذا السؤال وجه إليه أكثر من مرة وأظن أنه ناقص، السؤال ناقص، فإذا عندك بيان إتمام هذا النقص، لأنه نحن منقول أصل حسن الظن بأهل العلم يعني بحيث لا يستدرك عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بجواز الأصلح من المرشحين قاطبة ونخصص الآن النصارى. أنا أقول شيء هنا وهذا الذي سأقوله أظن مقصود بالسؤال، فالسؤال ناقص كما صدر من غيرك أيضا. هذا النصراني المرشح إما أن يكون مفروضا على المسلمين أن يرشح أحد النصارى شاء أم أبوا، وحينئذ فإما أن يكون هناك عديد من النصارى رشحوا أنفسهم ولا بد من أن ينجح واحد منهم، في هذه الحالة تأتي القاعدة المذكورة آنفا، اختيار أخف الضررين. يعني في أربعة من النصارى رشحوا أنفسهم ولا بد أن ينجح واحد منهم في بلد ما، لا بد. فلو فرضنا أن الأصوات كلها أو كلها وجهت إلى المسلمين ولم يوجه ولا صوت واحد لهؤلاء النصارى المرشحين أنفسهم، يسقطون، لا يجوز اختيارهم. واضح إلى هنا؟ أما إذا كان العكس، وهذا الذي أظن السؤال منصب عليه، أنه لا بد بسبب النظام القائم الآن نظام الانتخابات، يجب أن تعلموا جميعا أن هذا النظام ليس إسلاميا بوجه من الوجوه إطلاقا، وإن كان بعض الدول التي تتفاخر بالديمقراطية أو نحو هذا المعنى من هذا اللفظ الأجنبي، أن هذا يمثل ديمقراطية الشعب وديمقراطية الحكم، فهذا في الواقع يعني ماذا أقول، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني كلام ما تحت طائل. الانتخابات ليس فيها ديمقراطية أبدا. لماذا؟ الإسلام فيه ديمقراطية يا سيدي؟ نعم. الإسلام فيه شيء اسمه ديمقراطية. ما أقول إنه بيقصدوا هن العدالة، بيقصدوا العدالة، بس نحن عم نستعمل كلماتهم. الإسلام غني عن كل شيء أجنبي، ديمقراطية، اشتراكية، شيوعية، رأسمالية إلى آخره. لكن هم يتفاخرون إنه فيها هاي ديمقراطية، فيها عدالة. ليش؟ من الشعب وإلى الشعب. الشعب راح يختار نوابه ووزراءه وإلى آخره. كيف يختار الشعب وكيف يختار المرشحون من الشعب؟ قال مبين المكتوب من عنوانه، بيقولوا المكتوب يبين من عنوانه. أنتم الآن شايفين كم وكم من المرشحين رشحوا أنفسهم. أول شيء في الإسلام قال عليه السلام كما في الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما معا، قال نحن عليه السلام يقول نحن لا نولي من طلب الولاية، أو كما قال عليه السلام، يعني موظف يطلب أن يوظف لا يوظف. ليه؟ لأنه هذا معناه بده إيش؟ يستغل الوظيفة يعني يربح من وراء. لا يوظف إلا المخلص، هل بيختاره المسؤول الأول أو ما ينوب عنه. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. طيب نحن هون بنقول
أنا اختاروني، أنا مرشحكم، بتشوفوا باللافتات هذه، انصروني أنصركم، كما قرأت هيك عنوان، انصروني أنصركم. الله أكبر. نعم، لفظة فلان مع الله كونوا معه، لا هي أول، لكن انصروني أنصركم، هذا كفر. المقصود فنبين مكتوب من عنوانه أنه هذول المرشحين رشحوا أنفسهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم.